وكانت مملكة البحرين قد شهدت خلال نهاية الأسبوع الماضي أجواء غير مستقرة نتيجة لمنخفض جوي أدى إلى تساقط أمطار متفاوتة الشدة على مختلف مناطق المملكة لعدة أيام. نعم، وأفاد السيد علاء عبد الله أبو علي رئيس التنبؤات الجوية بإدارة الأرصاد الجوية في وزارة المواصلات والاتصالات خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أفاد بأن المملكة ستتأثر بأجواء غير مستقرة، حيث تتهيأ الفرصة لتساقط الأمطار التي قد تكون رعدية أحيانا تصحبها هبات شديدة السرعة من الرياح. فرصة الأمطار إن شاء الله بتبدأ من منتصف الليل وبتواصل لتقريبا العصر، خلالها احتمال قلايا رعدية، طبعا مع هبات، احتمال هبات شديد سرعة، وبتحاول الرياح لشمالية غربية قوية سرعة. طبعا في شسمة تحذيرات مسبقة حق هاي الحالة الجوية اللي متوقعينها إن شاء الله، ومثل ما ذكرته طول الأسبوع الجاي بعد في احتمالية أمطار، بس مو متوقعين بتكون غزيرة أو رعدية نفس اللي متوقعينها حق الليلة إن شاء الله. البحر طبعا ننصح عدم ارتياد البحر في ذي الاجواء العاصفه ان شاء الله.